كمان يا كابتن هاني اسمح لي، يعني اكيد بيبقى في شواهد، احنا يعني لما كنا بنلعب رياضه كان بتبقى الشواهد دي مهمه جدا، وكنا بنستخلص منها حاجات بتدينا نوع من انواع الطاقه الايجابيه. النهارده لما نلاقي يا كابتن صن داون يعني اتعادل مع الهلال وكمان نكسب القطن الكاميروني بعدد هذه الاهداف او فرق كبير، وتبقى الظروف تسمح لك انه المباراه الثانيه مباراه العوده مع الهلال تبقى في ملعبك، اكيد كل ده بتبقى شواهد، بتبقى حاجه بتدي للعيب احساس ان شاء الله ان الدنيا ماشيه معاه وانه يقدر. ولكن احنا كنا بنتفرج على مباراه صن داونز والهلال، والمباراه كانت مثيره جدا في احداثها كمان الاخيره، ويعني الواحد تفائل خير طبعا بعد ضياع ضربه الجزاء من الهلال. صحيح. قلنا ان شاء الله باذن الله، انا عن نفسي وانا بتفرج قلت ان شاء الله البطوله دي بتاعتنا. ده كمان حاجه جميله كمان حصلت ان جمهورنا معاك، يعني جمهور 50,000 من جمهور النادي الاهلي، ده احنا بس 2000 3 بيغيروا الدنيا، ما بالك النهارده 50,000. اكيد طبعا بعد موافقه المسؤولين دي حاجه تسعدنا جدا، جمهور النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، فكل دي شواهد بتريح اللعيب بتخليه يخش انه ان شاء الله باذن الله ده يمنى ان شاء الله. النادي الاهلي دايما دايما يا كابتن هاني، وانا بقول كده ومش بقول، ده التاريخ اللي بيقول، النادي الاهلي في المواقف الصعبه، النادي الاهلي الفرقه بتبان في المواقف الصعبه، كلنا مصطفين ورا فرقتنا، كلنا بندعم فرقتنا، كلنا النهارده النادي الاهلي يا كابتن. مفيش شك طبعا، احنا زي ما بنتكلم وكمان البطوله يعني كلنا بنحبها، البطوله الافريقيه اللي يعني النادي الاهلي يعني حصل على اكبر عدد من هذه البطوله على مستوى افريقيا، مفيش شك ان كل الطموحات والامال تجددت والطموحات كبرت ووصلت لسقف ان شاء الله السقف العادي بتاع النادي الاهلي هو الحصول على هذه البطوله. وزي ما اتكلم الكابتن هيثم اتكلم ان الامور كلها السيناريو الحقيقه سيناريو الهي، يعني كان من بعد ما كانت الامور بره ايدينا لا رجعت الامور في ايدينا وعلى ملعبنا. صحيح. بوجود يعني كثافه جماهيريه ان شاء الله تكون موجوده 50,000 اهلاوي ومصري هيكون موجود في الاستاد ان شاء الله يوم السبت لمؤازره الفريق، اللي انا متاكد ان الجهاز الفني واللاعبين يعني خلاص التركيز بدا بشكل كبير جدا، والاستعداد لهذه المباراه ان شاء الله هيكون على اعلى مستوى، والنتيجه كمان تكون على اعلى مستوى.